وبالتالي انا شخصيا ولسه قايل الكلام ده هنا امبارح كده في مداخله، انا مش متفائل خالص بمشروع القانون اللي هتعمله الحكومه. مش خالص متفائل ولا متفائل؟ مش متفائل، لست متفائلا على الاطلاق. واخشى بجد ان انا اكون سبب، انا شخصيا يعني انا في اكتر من برنامج كنت لفتت النظر وقلت يا جماعه ان هذا المشروع لا يجرم التظاهر بدون اجراء بدون اختار. القانون الحالي قانون 107 2013 لا يجرم فكره التظاهر بدون اختار، يعني نزلت عملت مظاهره الصبح بدون اختار ده مش جريمه وهتستوجب القبض عليا. فاخشى ان يكون التعديل هو تجريم التظاهر بدون اختار اللي كانوا ما خدوش بالهم منه يعني وهم بيعملوا ده. نظره عفوا نظره سوداويه زياده عن اللزوم خالص يعني خالص. شايف ان القانون هيشدد؟ بالعكس، لا لا، دي نظره انا بقول لحضرتك، لان انا بقول لو ان هناك نيه ل يعني ان احنا ناخد خطوات ديمقراطيه اكثر ديمقراطيه في في في, في هذا القانون، خصوصا في ظل قانون اثاره يعني لغط شديد جدا، يمكن اكثر قانون اتعمل عليه برامج توك شو في مصر في تاريخ مصر كلها هو قانون التظاهر 107 دوت. يعني تقريبا كل اسبوع في حلقه في قناه شغاله على قانون التظاهر. فلو انت بجد عندك نيه لانك تاخد خطوات ديمقراطيه في في, في واكثر تقدميه في هذا القانون، بالتاكيد كنت قبل ما تقول ان انا هعرض مشروع القانون على النواب اعرض مشروع القانون لحوار مجتمعي الاول، لان المجتمع كله بيتكلم في القانون. بقول لك حتى لجنه تقصي حقائق 30/6 المشكله من الرئيس المؤقت عدلي منصور اوصت بادخال تعديلات على القانون دوت. مجلس قومي لحقوق الانسان اوصى بادخال تعديلات. تقريبا اكثر من نص اعضاء مجلس النواب لهم راي في القانون سلبي انه لازم يتعدل، بيبقى اكثر تقدميه من ذلك. فانت لو انت عايز تعمل دوت اكيد كنت تخدع هذا القانون لحوار مجتمعي عشان كل الناس تقول مفيش حد ضد القانون، مش ممكن، مفيش اي مواطن طبيعي انسان طبيعي يبقى ضد القانون ينظم التظاهر. انا في قانون مكمل للدستور، لان الماده 93 من الدستور قالت ان التظاهر دوت حق الناس تجتمع بدون حمل سلاح ونتظاهر على النحو الذي ينظمه القانون. فانت قدام قانون المفروض ينظم حق التظاهر لا يقيد حق التظاهر. ما ينفعش يبقى عند القانون في عبارات عامه كده واسعه وفضفاضه انا نفسي مش فاهمها. وانا بقول لك وانا زي يعني زي ان تخل المظاهره بالامن بالامن او النظام العام. انا مش فاهم ايه تخل بالنظام العام، يعني حد يقول تعريف محدد كده لكلمه الاخلال بالنظام العام. اذا رأى لو في مظاهره بقى كمان باختار انا اخترت عنها ونزلت والامن واقف يعني، اذا رأى قائد القوات اللي موجوده ان هذه المظاهره من شانها الاخلال بالامن ممكن تؤدي الى الاخلال بالامن يوقفها. طب وانا يعني الضابط اللي واقف ده المظاهره دي كده شكلها ممكن تعمل مشاكل الغي. في السلطات الممنوحه بشكل واسع ومطلق للبوليس والقاء تبعات بتمثل عوائق ماديه وقانونيه امام استخدام الحق النص عليه دستور. انت عايزه تكون مين اللي يكون يقرر او مين يحدد؟ يقرر ايه؟ مين اللي يقرر او يحدد اذا كانت مثلا هذه المظاهره هتضر بالامن العام او ممكن تسبب مشاكل في البلد؟ لا، لازم يبقى عندي تعريفات محدده للاخلال بالامن العام. مفيش حاجه اسمها الاخلال بالامن العام كده. الاخلال بالامن العام ده ان انا برتكب جريمه، الجرائم نص عليها حصرا في قانون العقوبات، عندنا قانون العقوبات وقانون الاجراءات التشريعات الجنائيه الخاصه دي بتتكلم عن كل فعل في الدنيا بيكون يعد جريمه، ولا جريمه ولا عقوبه الا بالنص. لكن فكره الاخلال بالامن العام بشكلها المطلق كده، وان انا اترك تقدير هذا الامر للبوليس هو اللي يقرر اذا كان ده اخلال بالامن ولا لا. وعندنا وقائع بقى على ارض الواقع البوليس شاف فيها انها لا تمثل اخلال بالامن العام، وزاره الداخليه شافت انها تمثل، زي وقفه امناء الشرطه في محافظه الشرقيه. وتاني بقول انا لا اطالب بتطبيق قانون التظاهر عليهم، مع حق اي مواطن طالما انه بيتظاهر بشكل سلبي انه يتفضل يتظاهر. بس انا شايف ان كان في استثناء ليهم. ده شايف ان كان في تصريح رسمي من الداخليه ان دي وقفه احتجاجيه مش مظاهره. بس فخلاص ما تم اتخاذ اي اجراء في مواجهتهم. في حين ان في شباب تانية انتوا ان هم يعملوا مظاهره فتم القبض عليهم، محبوسين لغايه النهارده منهم ناس كتير محبوسين، وناس خرجت بغرامات 100,000 جنيه، وناس خدت براءه حسب كل قضيه موجوده، وناس امبارح واخدين 8 سنين في قضيه لانهم انتوا ان هم يعملوا مظاهره. هو ده ان انا باترك ان انا ما عنديش معايير واضحه في القانون احدد على اساسها ايه هو معيار الاخلال بالامن او بالنظام العام، فتركت لي رجال الشرطه سلطه تحديد هذا المعيار، وهي دي الكارثه. الامر الخطير تاني في الموضوع ان انا النهارده بيقول لي انك لما تقدم باختار انك عايز تعمل مظاهره من حق الامن يرفض قبلها ب 24 ساعه. يعني انا النهارده بقول له انا هعمل مظاهره بعد 10 ايام. القانون ما بيقولوش استنى موافقه وما بيقولوش وافق، هو من حقه يرفض بس مش من حقه يوافق، لان الاختار هو خلاص كده. فانا يجي لي قبلها ب 24 ساعه يقول لي لا انا مش موافق ومش عاجبك روح المحكمه. انا اللي اروح المحكمه.
انا في التسعة ايام دول هو قبل ما يرفض، طب انا عملت دعوات للناس وجهزت يفط وجهزت ورقي وجهزت حاجات وحشدت وي وي وي. انا قصدك ان هو بيرفض في وقت قاتل، في وقت قاتل، وكمان بيحملني بيعمل لنا الحمل الشديد في الموضوع ان انا اروح المحكمه، انا اروح المحكمه اطعن على هذا القرار، في حين ان الصح بقى ان حضرتك لو شايف انك انت توفرت لك كرجل امن معلومات ان هذه المظاهره قد يندس بها ناس، قد يعتدي عليها مظاهرة أخرى، كان ممكن حد تاني يجي يضرب المظاهرة الناس ضدها فيجي يتخانقوا معاها، إنك أنت تعمل أنت مذكرة تحريات بهذا مستندة لأدلة في الواقع وتتقدم أنت للجهات القضائية بأمر برفض تنظيم هذه المظاهرة. خليني أخذ رأي الأستاذ صابر، وأستاذ صابر كان بيقول لي قبل